الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. عبسيد واحد وقيب سنة صدح قيبه. الأول خوف من الله سبحانه وتعالى وصرف هذا الخوف لغير الله هو الشرك الأكبر نسأل العافية والسلام. قيب تكوباد وخوف إلهي لقى عبسده قيب تاس وإلهي غير كسلوا اللي حيانا الشرك وين ينقون يسلم. لماذا نخاف من الله؟ لأن الخوف عبادة وصرف هذه العبادة لغير الله شرك أكبر. محا إلهي وعبسنا إنا لأن عبسده إلهي لقى عبسده وعباده عبادة إلهي غير كسلوا اللي حيانا شرك أي ينقون يسلم. ونخاف من الله سبحانه وتعالى لأن نعظم الله إلهنا وانكعب سنينا وحنا وعب سنينا لأنه وأوينين أوينين يا سبحانه وتعالى. ونخاف من الله لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. إلهي وانكعب سنينا وحنا وعب سنينا لأنه وح قرصان يوح مغضب سجأه. هذا الخوف صرف لغير الله شرك أكبر. عبسيدا سيداسة إلهي غير كسين لله يا وشرك وين ويا والنار تلقو مضى. القسم الثاني من الخوف خوف طبيعي جبلي جائز لا يلام عليه العبد يخاف من اللصوص من قطع الطريق يخاف من الناس. من النار يخاف من الأسد. قيبت اللبات أو عبسيدة كم إذا وحوية عبسيدة طبيعية سيدة قفك إنه كعبسده بهل إنه كعبسده دبك إنه كعبسده عدو إنه كعبسده توق إنه كعبسده. نعم القسم الثالث من الخوف خوف محرم كطاعة المخلوق في معصية الخالق. قيبت سدحات وحوية وعبسيدة أيضا حارانت أهل لكن شركة قارسي سنين وقفك إنه قف وكعب صدق وحيابي واجباتك وقتك وقف درتيس وقتك. نعم هذه أقسام الخوف الثلاثة. الذي يهم عندنا هنا أن الخوف العبادة والتعظيم والسر لا يصرف إلا لله صرفه لغير الله شرك أكبر والله أعلم. عبسيدي وحي وقيب سنصدح عن صوشيك نميتك أقومهم سنة وماشان أقومهم سنة وحوية وعبسيدة إلهي لقى عب صدق تاس أو إله غير كسلول لي حيانا وحين نقنيسا شركوين أي نقنيسا والله أعلم.